أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نستكمل حديثنا عن هذه المجلة الوطن الرياضي 19 ديسمبر 1993. طبعا لا أشوف البطل هذا منه اللي كان حطي بطولة مجلس التعاون. اي هذا تكلمنا عنها. لا خلينا نشوف منو المنافسه كانت بين منو ومنو. اليوم عيان بطل. حلو. اي برعايه الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه، رئيس اتحاد كويتي لكره القدم. ممتاز. تختتم اليوم البطوله الخليجيه 11 الانديه ابطال دوري طبعا، حيث تقام مباراتان في نهائي البطوله. يلتقي الاولى اتحاد القطري والشباب السعودي، المباراه الثانيه يلتقي فيها العربي الكويتي والمحرق البحريني. شلون النتائج؟ مو كاتبين والله. لا يعني شلون رسم البطوله يعني؟ شو تقصد؟ يعني النقاط ووضع الفريقين. ما حاطين، بس انه كاتبين يعني المباراه يعني بوجود نجوم خليجيين طبعا اللي تكلموا على ارض الكويت، امثال فهد المهلل، سعود السمار سمار، وفهد الكلثم من الشباب، واحمد موسى وخالد جاسم، محمد الهاجي وفاضل مطر من العربي، ومن الاتحاد القطري عادل خميس وعامر الكعبي، الحارس المتألق وغازي العنزي، المهاجم المتحرك والمدافع خميس مبارك، ومن الظفار العماني أجاد، كل من سعيد فارح لاعب الوسط، وجابر عبد ربه، وعبد اللطيف نصيب، وحسن رواسي، وفرج عبد الله فارح يمكن، ومن المحرق البحريني برز، كل من فيصل عبد العزيز وحمود سلطان حارس المرمى، وراشد العليوي لاعب خط الوسط، ومن وصل أجاد سالم ربيع فهد خميس. لا أبي وضعية الفريق أبو غازي. شو يعني هاد قرام بس رأي ثاني يقول من طمج تعاون هذا شهر بطولة، هذا هذه بطولة ولا شك لغة تميزت مستويات البطولة برغي، وهذا يضم الشباب من خبرة اللاعبين كتابة سعيد فارق طار مو حاطينه. أنا كنت بعرف بس لأن قالوا النهائي بس وضعية الفريق. نروح الخبر ثاني أبو غازي. طبعا الحين ننتقل الى خبر ثاني، وهو شيخ الحراس في اسبانيا يعجبه الزاكي المغربي زوبيزاريتا. طبعا اصبح اندوني زوبيزاريتا حارس مرمى فريق برشلونه ومنتخب اسبانيا، هو اكثر لاعبين اشتراكا في المباريات الدوليه على مستوى منتخب بلاده، بل انه سبق الرقم القياسي الذي كان خوزيه انطونيو كماشو. أيوة. ظهير ايسر فريق ريال مدريد ومنتخب اسبانيا السابق، مدرب صار بعدين يحتفظ بالرقم القياسي السابق. وتعتبر المباراه التي لعبها الحارس الاسباني امام ايرلندا هي المباراه رقم 82 على المستوى الدولي خلال 9 سنوات كان فيها عضوا بالمنتخب الاسباني. اتصدق ابو غازي كان من اسوء الحراس يعني اهداف، يعني اذكر هدف مساره في نهائي كاس دوري ابطال اوروبا اللي هو الشامبيونز ليج هذا يسمونه، يعني كان هدف سهل. وفي كأس العالم أمام نيجيريا 98 أهداف سهلة دخلت في مرماه. لكن أنا أتوقع أن كازياس بعد ما جاء بعده هني كان وقته منتخب الأسباني في قمة عطائه، أحرز بطولة أوروبا 2008، كأس العالم 2010، بطولة أوروبا 2012، أحرزهم وراء بعض يعني هالبطولات الثلاث. طبعا يعترف حارس اسبانيا المخضرم اللي هو زوبيزاريتا ان نقطة ضعفه في ضربات الجزاء، اذ انه اهتز اكثر اثناء البطولة الماضية في المكسيك. وعن افضل حراس المرمى قال طبعا انه فوجئ بمستوى الزاكي حارس مرمى المنتخب المغربي اللي قال ان مستواه يفوق الكثيرين من حراس العالم الاخرين، غير انه اشار ان حراس مرمى منتخب امريكا الجنوبية يمتازون بالجرأة والعدوانية. بعد الزاكي حارس مرمى المغرب معروف، ايش
رايك نطلع فاصل ابو غازي ونتابع بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع الملحق الرياضي في جريدة الوطن في ديسمبر 93، يعني آخر 93، وكانت هناك لقاء مع زوبي زاريتا حارس مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا. ريان جينجر، حصان جامح يصعب إيقافه. ريان جينجر مهاجم ريان جيجز كاتبين جينجر ريان جيجز مهاجم فريق مانشستر يونايتد الانجليزي ومنتخب ويلز. ريان جيجز لاعب عظيم، اصبح محط انظار الجميع في انجلترا نظرا لاسهامات هذا اللاعب مع فريقه، بعد ان كان قد اخذ بيد فريقه الفوز ببطوله الدوري الانجليزي موسم ماضي. ويمتاز جيجز بالمراوغه المجديه والمهارات العاليه، ويقولون انه سيكون خليفه جورج بيست الذي كان له صولات وجولات ايام زمان. ويشكل جيجز مع مارك هيوز وبراين ماكلير ثالوثا خطيرا من فريق مانشستر يونايتد، يصعب على اي حائط دفاعي ايقافه. وقد تنبأ رش مهاجم فريق ليفربول مخضرا بان يحتكر يونايتد بطولات الدوري الانجليزي خلال السنوات الثلاثه القادمه. له نظره صراحه، نظرا للرقم الكبير الذي يضم الفريق من النجوم. كان جيجز قد فشل مع ويلز في التاهل لنهائيات كاس العالم المقبله في امريكا. صحيح، اذكر جيله بعد بول سكولز. طبعا ريان جيجز نجم مميز في نادي مانشستر يونايتد ومنتخب ويلز، وكان حلمه انه يشارك في بطوله عالميه، لكن تدري فريق ويلز ما كان لاعب زين، ما كان منتخب زين، يعني ويلز ايضا ايار رش كان من ويلز، جورج بيست كان ايرلندي، لكن نتكلم لما صارت دورة الألعاب الأولمبية في بريطانيا سوى منتخب بريطانيا. اي نعم، فصار الكابتن منه ريان جيجز. نعم، هو صار كابتن منتخب بريطانيا. نعم، وحققوا الحلم يعني. نعم، انه يقود المنتخب. نعم، البريطاني. نعم، هو كان خط مانشستر يعني اذكر في ذاك الوقت، وفايد معاه بول سكولز وروي كين. صحيح، روي كين يعني كان متاخر، روي كين نص، ايوه وسط متاخر. طبعا ننتقل الان الى خبر اخر. الأمير عبد الله بن سعد رحمة الله عليه، رئيس نادي الهلال. نعم، قاعدة جماهيرية قوية وراء التألق والنجومية. طبعا بغياب واحد أو أكثر من اللاعبين البارزين، طبعا يتكلمون هني عن نادي الهلال وضعه. طبعا سلطان بن فهد يقول انطباع رائع لنجاح اجتماعات المجلس الأولمبي، مكافأة ذهب آسيا السعودي بالذهب، تركت الانتصارات اللي حققها ألعاب القوة السعودية في البطولة الآسيوية الأخيرة في منلة أصداء واسعة. وقد بادر الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز عضو شرف نادي الأهلي ورئيس السابق إلى إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد السعودي على ألعاب القوة اللي هو طبعا الأمير نواف بن محمد، حيث هنأه على أول ميداليتين ذهبيتين حققهما أعداء المملكة العربية السعودية، شداد الأسمري اللي فاز بالذهبية 3000 متر، وعليان القحطاني فاز ذهبية 10000 متر. أديسون ستعرفون خيري بعد تجربة غيري. لا يزال المدرب الرائد أديسون أوليفيرا الذي أنهى طبعا نادي الرائد عقده منذ أسبوع تحت تأثير صدمة مفاجأة، فطبعا كان مصدوم من هذا الخبر. لوبن هاكر يضم النجوم بالكلمة والصورة. من الواضح جدا المدرب الهولندي ليو بن هاكر الذي تعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرا كي يتولى تدريب المنتخب السعودي في نهائي كأس العالم 94 بأمريكا، يتطلع تحقيق إنجاز جديد يضيفه في سجل إنجازاته. ليو بن هاكر ما كمل مع السعودية، وقع وياه من العقد لكن فسخ العقد بعدها، وتم يعني التعاقد مع
مدرب سكولاري الأرجنتيني اللي شار عليهم فيه اللي هو كارلوس منعم رئيس الأرجنتين في تلك الفترة. وصلنا للتجوري وغالي. تجوري صورة الأمير عبد الله بن سعد رحمة الله عليه رئيس نادي الهلال. رحمة الله عليه الأمير عبد الله بن سعد أحد رجالات نادي الهلال اللي فترة الثمانينات كان نادي الهلال يحقق بطولات. رحمة الله عليه الأمير عبد الله بن سعد صورته نختم فيها حلقتنا. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي بعد عبد الجليل. إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.